حكاية أخرى هتكون مع واحد من أكتر الناس اللي بحبها على المستوى الشخصي والمهني، اسم كبير في عالم التدريب المصري، واحد من أفضل المهاجمين اللي مروا على كرة القدم المصرية، الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش. يا فندم مشرف ومنور ودايما بسعد بوجودك كابتن عبد الحميد. حبيبي يا كابتن كريم، والله يا أخي من القلب للقلب. يا رب دايما أنت متألق ومتميز، وأنت كمان من أحب الناس لقلبي، وبسعد جدا بوجودك وبطلتك الحلوه وضحكتك الجميله يا رب يخليك، وبالثقافه الكبيره اللي شكرك عندك. فانا شكرك. انا يعني عايز اقول ان احنا من محبينك يا كابتن يا رب يخليك. ده فوق الراس، ده فوق الراس يا كابتن عبد الحميد، ده شرف كبير ليا. الله يخليك. بالتاكيد انا بس عايز ابدا معاك الاول. النهارده كان عزاء الكابتن الكبير كابتن ايهاب جلال في استاد الاسماعيليه، واكيد حضرتك تحب تقول كلمه عن الكابتن ايهاب جلال، زميل مدرب كبير في الدوري المصري كان معاك كابتن عبد الحميد. شوف يا كابتن، الواحد يعني الكلام في حق الكابتن ايهاب مهما نقول مش هنوفيه حقه على جميع المستويات. يكفي جنازته، يكفي عزاه، يكفي حب الناس ودعوات الناس الطيبه اللي تعرفه واللي ما تعرفوش له. ايهاب جلال طول عمره مش زميل ان احنا مدربين، لا، ده احنا من واحنا لعيبه مع بعض علاقتنا على اعلى مستوى. يمكن كابتن ايهاب جلال من احب الناس لقلبي. في يعني انت بيبقى فيه ناس كده يا كابتن كريم له علامات ان انت بتحب تشوفهم. كابتن ايهاب جلال كنت من الناس اللي انت دايما تحب تشوفها. راجل رد على الناس كلها بالصمت. كل الناس سواء اللي أيدوه، اللي بيحبوه، الناس اللي انتقدته، الناس، الصمت كان هو عنوانه، والشغل والعمل كان هو جوابه. فادانا رسائل كتيرة جدا من غير ما يتكلم. كابتن ايهاب حاجة جميلة كنا دايما بنفخر بيه. يعني يوم ما تعرض موقف المنتخب، يمكن انا كتبت له رسالة لغاية دلوقتي عندي بقعد اقراها، بدعمه وان هو يعني اتحمل حاجات يعني صعبة شوية من الجميع، انما يبقى كابتن ايهاب واحد على المستوى الاخلاقي من افضل المدربين ومن افضل الناس على المستوى الاخلاقي. على المستوى المهني كان من افضل الناس، وله تجارب عديده جدا، واخرهم تجربته الجميله مع نادي الاسماعيلي اللي دلوقتي اصبح نادي الاسماعيلي بيمتلك جيل باع منه بعض الناس بمبالغ كبيره جدا، ودلوقتي عنده يعني بقى عنده استثمار في اللعيبه اللي خرجها الكابتن ايهاب جلال. صح. فالله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب، ويسامحه ويسكنه الفردوس الاعلى. يا رب. خسرنا نموذج وقدوه في كل شيء، ولكن هو في مكان الافضل إن شاء الله. وفي المكان الاحسن ان شاء الله. والله رب سبحانه وتعالى يجعله في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. يا رب يا رب يا كابتن عبد الحميد. طيب اروح معاك بقى ليه طلائع الجيش الموسم الجديد ان شاء الله هيكون عامل ازاي؟ جاهزين يا كابتن عبد الحميد للموسم؟ ودايما انت الكيمياء مع طلائع الجيش كيمياء حلوه جدا، ودايما قادر تشتغل معاهم بشكل رائع جدا. والله الحمد لله، احنا بنجتهد يا كابتن كريم. يمكن مش من عندنا لعيبه كلها مميزه ولعيبه كويسه، والحمد لله والشكر لله برضو قدرنا ان احنا نستخدم بعض اللاعبين المميزين في خط الظهر وفي خط الهجوم وفي خط الوسط. ان شاء الله باذن الله احنا بدانا فتره الاعداد بتاعتنا بقالنا 4 ايام. ان شاء الله باذن الله عندنا برضه استكمالا للاعبين. ان شاء الله في لسه بعض الاماكن محتاجه بعض التدعيمات هندعمها خلال الفتره اللي جايه. وان شاء الله بدايه فتره الاعداد عاملين فتره اعداد نموذجيه بيتخللها مجموعه من المباريات الكبيره الوديه، اللي ان شاء الله باذن الله تجهز اللعيبه وتخليها في حاله فنيه وبدنيه عالية جدا، وإن شاء الله نخش على الموسم بمعنويات عالية، وإن شاء الله بإذن الله نحقق نتائج إن شاء الله نرضى عنها جميعا، سواء على المستوى الإدارة أو على المستوى الإدارة الفنية. وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لينا، بنجتهد وبنتعب وبنشتغل، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا خلال الموسم اللي جاي، لأن كل موسم بيبقى أصعب من اللي قبله يا كابتن كريم. صحيح. باسم مرسي من الصفقات اللي ضمها طلائع الجيش، وباسم بقاله فترة كابتن عبد الحميد بعيد خالص، يعني بعيد جدا، وهو راح لمدرب بيقدر يرجع اللعيبة تاني، وراح لسترايكر كبير يعني كابتن عبد الحميد بسيوني. باسم مرسي بتفكر فيه ازاي للموسم الجديد ان شاء الله؟ بص يا كابتن كريم، هقول لحضرتك. اتفضل.
على بعض المحطات التدريبية اللي أنا خطها والمهاجمين معايا عملوا إيه. يمكن الحمد لله لما كنت في طلائع الجيش كان عندي عمرو جمال وناصر منسي، شفت عمرو وناصر كانوا منورين عندي إزاي صح. وكانوا عاملين إزاي، لدرجة إن في موسم واحد كل واحد من اللعيبة دي أحرز لي 11 هدف، يعني 22 هدف من الأهداف اللي أحرزتها طلائع الجيش كان عن طريق ناصر منسي وعمرو جمال. لما رحت غزل المحلة في الفترة اللي أنا توليت قيادتها فيها، شفت حضرتك عبدو شعبان كان عامل إزاي في غزل المحلة، وكان مأدي أداء إزاي هو وشامبلحة، فالمهاجمين عندي بيشتغلوا لأن أنا دايما أشتغل معهم بنفس التخصصي. عند حضرتك لما رحت نادي سموحة كان مروان في الدور الأولاني مروان حمدي أحرز هدفين فقط، معايا في الدور الثاني أحرز 14 هدف. فبالتالي الحمد لله احنا بنعرف نشتغل مع المهاجمين كويس. يعني يا كابتن عبد الحميد باسم مرسي من هدافين الدوري من المهاجمين المتميزين اللي ممكن يكون مر ببعض الفترات اللي هي يعني ما كانش فيها موفق، ودي خطوات عادي جدا بيمر بها اي لاعب، طولت بس لما تروح محطه ممكن ما توفقش فيها ومحطتين، انما ممكن يلاقي نفسه معايا، وان شاء الله باذن الله بشغله وباجتهاده وبتعبه وشغلنا معاه التخصصي والشغل الجماعي يرجع باسم ان شاء الله ينور الدنيا كده ويتألق السنه دي، ويكون ان شاء الله برضو من الناس المهاجمين المميزين. طيب. وان شاء الله يرجع لطبيعته التهديفيه اللي هو مميز بيها. كابتن عبد الحميد، بمناسبه ذكرك لناصر منسي، ليه ناصر منسي مش قادر يحجز مكان اساسي او يتألق مع نادي الزمالك وبياخد كثير من الانتقادات؟ ليه من وجهه نظرك ايه اللي ناقص ناصر منسي عشان يتألق مع نادي الزمالك؟ والله يا كابتن، الاستقرار الفني اللي موجود في نادي الزمالك خلال المرحله الاخيره ما كانش على المستوى العالي، يعني مر يعني انت تشوف نادي الزمالك ما كانش فيه استقرار فني في اللعيبه نفسها، يعني انت شفنا مثلا مع المدير الفني السابق اللي هو قبل المدير الفني الحالي سوريو، كان كل لعيب بيلعب في مكان شكل صح. كل لعيبه بتلعب في اماكن مختلفه مش اماكنها، فبالتالي مفيش استقرار فني، مفيش شغل جماعي على المستوى اللي يخلي المهاجم ان هو يظهر بمستوى ثابت او مميز. جينا برضو في المرحله بتاعه اللي هو المدير الفني الحالي، فتيجي تلاقي يا كابتن كريم شويه يلعبوا باللعيبه القديمه اللي هي ايه موجوده وما بتلعبش بقى لها فتره، شويه يلعبوا بالناشئين، فطبعا مفيش الظروف المحيطه اللي هي تحط في وسط 10 لعيبه اساسيين بيلعبوا في اماكنهم فيغيب. ناصر منسي من الهدافين الكبار صدقني، لعب معايا كان مميز، كان في البنك الاهلي كان مميز، وفي اي مكان ناصر فيه بيتميز بالحس التهديف العالي. ممكن يكون ما ظهرش وما لقاش نفسه حاليا لغايه الان في نادي الزمالك، انما ان شاء الله باذن الله بتوافر وتثبيت التشكيل ووجود لعيبه تقدر تساعده وانداده بالكور السهله، ان شاء الله باذن الله سيرجع ناصر لحالته التهديفيه العاليه ويتالق. وصدقني عنده الاحساس بالمكان كويس جدا، ويعني في ناصر في بعض المباريات اللي لعبها ومنها مباريات الجيش في كاس مصر، يمكن كان عنده أكتر من 4-5 فرص لو كان فيهم شوية تركيز وشوية يعني توفيق. إتقان في المكان كان هتلاقي إن هو كان عنده صحيح. عدد من الأهداف الكويسة اللي هي تساعده إنه يستعيد ثقته بنفسه. كابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بشكرك دايما على هذه المداخلة العزيزة، واحد من الناس اللي بحترمها جدا جدا يعني.